آخر فقراتنا الصباحية سالي رح تكون بمناسبة يوم المرأة العالمي. أقامت جمعية جذور فعالية فراشة من حديد تحت شعار كل ما عليك هو تغيير وجهة نظرك، وجرى خلال الفعالية تسليط الضوء على سيدات متميزات وتكريمهم. سيدات أيضا كانوا امتهنوا أعمال لا تعمل بها النساء عادة، فكنا فراشات بطبيعة وإرادة صلبة حديدية. نتعرف كثير على تفاصيل بهي الفعالية اللي صارت بيوم المرأة العالمي وأنشطة جمعية جذور، لهيك رح نحكي ونستقبل مع سيدة سهيلة محتسب بالله عضو مجلس إدارة بجمعية جذور. يسعد صباحك وكل عام وانت بخير. يسعد صباحكم جميعا، اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيك مدام سهيلة. اول شيء كل عام وانت بخير بمناسبة عيد المرأة اللي مر علينا العالمي. ثاني شيء عن جد الشعار رائع وحلو كثير وهادف، فراشة من حديد. الفراشات منين؟ المخلوقات الناعمة مثل النساء، يمكن شبهتوهم نساء خلينا نقول سوريات، ولكن بإرادة حديدية وصلبة. نحكي عن بداية من الشعار، كيف هيك خطرت ببالكم؟ ودائما جذور يعني مو أول مرة بتعمل هيك فعاليات. عادة بيوم المرأة العالمي بيتم التسليط على نساء النخبة بالمجتمع. نحن هالمرة قررنا أنه نسلط الضوء على سيدات امتهنا مهن الرجال بطابع ذكور، يعني عم اشتغلوا شغل الرجال. كوننا فريق لنا، عملنا سيرتش كثير مطول لحتى قدرنا نختار الافضل. طبعا هنا عددهم كبير لا يحصى، بس اخذنا اللي في عندهم شغلات غريبه لسه ما لنا سمعانين عنها بهالحياه. هن بالفعل كانوا فراشات، رغم لطفهم ورقتهم ونعومتهم، بس ارادتهم صلبه وحديديه. رفرفوا بجناحاتهم وحاولوا يطيروا لحتى يثبتوا وجودهم بهي الحياه بطريقه مختلفه. عملنا فعاليه تحت اسم فراشه من حديد بالمركز الثقافي بالمزه. استضفنا السيدات وكانوا هن فريدات من نوع متميز. بالاعمار حتى بشرائح مختلفه من الاعمار وبمحافظات كمان بعده محافظات. جرى حوار تفاعلي مع الاستاذ سالم الشيخ بكري، وعرضنا كمان فيلم قصير اخراج السيد محمد عقيل، لقى صدى كثير حلو وترك اثر ايجابي عند الجميع. اكيد نعم. طب خبرينا شو هن الاعمال اليوم اللي غريبه وعاده ما بتمتهنها النساء؟ يعني عم نسمع وعم نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي انه طالبه صيدله مثلا امتهنت انه صارت سائقه تاكسي مثلا لتطلع مصروفها وتساعد اهلها بتحدي جديد امام المراه مثلا. فخلينا نعرف شو هي السيدات اللي امتهنوا هالمهن الغريبه، خاصه نحن عم نعيش تحدي اقتصادي كبير، اضافه لانه المراه عم تثبت السوريه يوم بعد يوم بالرغم من كل الازمات ما فيش صعب عليها. تماما. نحن بهي الفعاليه استضفنا 9 فراشات، احداهن كانت تشتغل السيدة سهير عندها مغسل وتشحيم سيارات. حلو. صاحبته سيدة، والموظفات اللي عندها كمان بيمارسوا العمل سيدات. حلو. وروادهم كمان سيدات. وين نروح لعندها؟ السويداء، يعني بمحافظة السويداء. كان مشروع فريد من نوعه بالقطر وكثير متميز، سلطنا الضوء عليها وهي كثير كانت فخوره بعملها، وطبعا كان في داعم لها اللي هو الزوجه اللي ساندها لحتى تنجح بمشروعها. في عندنا في سيده بتشتغل بسائق تاكسي، وكانت قبل جائحه الكورونا كمان توصل طلبات على لبنان، كمان للسيدات تشتغل على خط لبنان، السيده كنان البني، وكمان مدربه السواقه اعتمدت. حلو. على نفسها بعد انفصالها وثبتت وجودها. في سيدة بتنقل البضائع الخضروات والفواكه. حلو. على سيارة شحن كمان بتعبي السيارة وبتفضي السيارة لحالها، وبنتها بتساعدها كمان رغم انها هي كانت دارسة اعلام اعلام، بس رغم ظروفها صعبة اعتمدت على حالها، اشترت السيارة ومارست المهنة وهي مبسوطة وبتحسيها كتير فخورة. يعني الشيء بيميزه انه هم فخورين بهي الاعمال اللي عم يشتغلوها، ما بيستحوا منها او بيتخبوا. في سيدة سهير من دير الزور، هي قارئة العدادات، جابية وقارئة العدادات المياه. كمان هي المهنة كتير قليلة لحتى نسمع عنها. نعم. احدى السيدات بتبيع فطاير على دراجة،
بتمشي وبتاخذ معها اولادها، حتى بتبيع الفطاير والعالم تشتري منها انه اكلها طيب ومعتمده على نفسها وما بتحتاج حدا. حلو. في سيده كانت متميزه عمرها 78 سنه، في مرحله متاخره من العمر قررت، هي اميه، قررت تمحي الاميه، لجأت لمحي الاميه، وبعد فتره اخذت السادس، وبعد عده محاولات كمان اخذت التاسع والبكالوريا ودخلت الجامعه، درست مكتبات، وهلا هي على ابواب التخرج ومقرره كمان بهذا العمر انه تعمل ماستر، يعني تكمل تكفي دراستها، رغم انه كثير لقت تنمر وكثير في عالم عارضوها واستهزأوا من بتعبها والجهد اللي عم تبذله. في احدى السيدات مقعده عندها اعاقه حركيه، بس مع هيك سعت لانه تحصل على وظيفه وصار مدرسه باحدى المدارس، بتروح وتجي هي واولادها وبتمارس حياتها بشكل طبيعي. السيده جهينه كانت كمان متميزه بوجودها معنا، هي ام لشاب اصم انتقلت من محافظه لمحافظه اخرى لحتى تساعد ابنها بالدراسه وتامن له مدارس تطوره. نعم. واخذ التاسع مثل كمان، واخذ البكالوريا، وهلا هو بالجامعه بتحضر معه كل المحاضرات لتوصل له المعلومه وتشرح له كل شيء. حلو. وكمان على ابواب التخرج وناوي يكمل الدراسه. حلو. في امراه فريده من نوعها اسمها المراه النحاسيه، هي والدة شهيد ومكرمة من سيادة الرئيس، توظفت بمطحنة حما، هي أصولها من السلمية، ما رضيت أنه تشتغل وظيفة عادية هنيك أو تتوظف بشكل إداري كأي مهنة، تعلمت لف المحركات الصناعية، يعني هي الشغلة كتير صعبة كامرأة أنها تحمل وتشتغل وتلف، ومع هيك اثبتت وجودها. صحيح. والكل شجعها. يعني ما في شيء صعب قدام الاراده، ومو بس هنن فخورين بعملهم ونحن فخورين بعملهم ايضا وبوجودهم وبارادتهم. يعني مع هالنماذج اللي حكيتي لنا عنها بيعجز الوصف وبيعجز الكلام عن جد، بالنسبه ايضا للتنمر اللي حكيتي عنه وما يردوا ويضلوا منكفين خطواتهم والى الامام، سر بخلي هذا الحديث كله ورا ظهرهم اكيد. يعني مع هالمعلومات وهالنماذج بدنا نتمنى لك ايضا التوفيق بالجمعيه، وبدنا نشد على ايدكم ونكون نحن معكم ونحن مساندينكم لهدول الاعمال، ايضا لدعمكم مو بس للنساء السوريات، لكل الاشخاص بفتره الحرب. تماما. شكرا لوجودك معنا، ونتمنى لكل الفراشات الحديديات خلينا كل الشكر نقول لكم. كمان بنقول لهم عن جد انتم فخر لكل امراه سوريه، مو غريب اساسا على المراه السوريه انه تصنع هيك من التراب ذهب مثل ما بيقولوا. اكيد. شكرا لوجودك معنا وموفقين يا رب بجمعيه جذور. شكرا لاستضافتكم لنا وتسليطكم الضوء على فعاليتنا. اهلا وسهلا فيكي.